في برنامج الإليستريتور هتلاقي دايما حاجات معمولة عشان خاطر تنجز في شغلك. انت لو دعبست شوية كده هتلاقي حاجات مهمة جدا. النهاردة ان شاء الله في مجموعة ادوات معنا تنجزك في شغلك وتخليك تطلع حاجات ابداعية. فكمل الفيديو معنا للآخر، ما تفوتش ولا لحظة عشان الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات أدوبي إليستريتور 2022. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن رموز. رموز بتيجي منين؟ قائمة ويندو، بننزل تحت كده هنلاقي حاجة اسمها سيمبلز أو شيفت كنترول اف من لوحة المفاتيح، نضغط سيمبلز هتجينا بالشكل ده. طبعا دي أشكال جاهزة أنت بتقدر تستخدمها في التصميمات بتاعتك. لو خدنا واحد كده وحطيناه هنا كده هتقدر إن أنت تعدل عليه بالشكل ده كأنه شيب عادي معاك. لو خدنا ده برضو حطيناه كده نفس الحكاية. طبعا اللي قدامنا دول مش هم كل الشغل بتاعنا او مش هم كل الرموز اللي عندنا. لو نزلنا تحت كده هنلاقي سيمبل ريبراري منيو، هنلاقي القائمه بتاعت الليبراري. لو ضغطنا عليها هنبص نلاقي هنا كل ده رموز موجوده في البرنامج معانا. لو دخلنا مثلا على اي حاجه من دول بالشكل ده، كبر كده تبص تلاقي اشكال زي ما انت شايف كده. تبدا من السهمين دول تقلب كده وتشوف الحاجات اللي موجوده عندك. لو جينا هنا كده مثلا وخدنا دي، هنلغي دول طبعا، نعمل ديليت لدول عشان نشوف دي. دي تقدر برضو تستخدمها معاك في تصميماتك. حاجات جاهزه جميله جدا، ورود زي دي زي دي تقدر تكبرها وتصغرها بالحجم اللي انت عايزه وتغير شكل التصميم بتاعك. نقلب تاني كده عندنا برضو نفس الحكايه، حاجات زي دي كده، حاجه زي دي كده كده مثلا. انت اول ما بتشد حاجه من دول وتحطها هنا كده هتبص هنا كده في القائمه بتاعت السيمبلز هتلاقيها انضافت تلقائيا معاك كده بالشكل ده. بتحذف اي واحده منهم تضغط عليها وتيجي هنا ديليت وتيجي من هنا تعمل ديليت. خلاص كده هي اتحذفت من هنا ومن هنا. هنقفل دي خلاص ونيجي نتعامل مع القائمه دي اللي عليها الشغل النهارده او عليها الفيديو بتاع النهارده. حاجه زي دي كده وعايز اغير لونها، لو جيت كده مثلا وضغطت هنا وجيت اغير مش هتتغير معي. ليه؟ لان هي عباره عن لينك بين البرنامج والارت بورد بتاعك او التصميم بتاعك. هننزل تحت هنا كده هنلاقي هنا ايه، بريك لينك تو سيمبل، يعني اقطع اللينك اللي بين سيمبل او الرمز والتصميم بتاعك. لو ضغطنا كده بدات تبقى رمز لوحدها، هنا الرمز الرئيسي اما ده رمز موجود في التصميم. بدخل هنا كده على فيل واقدر اغير الشكل بتاعها واللون بتاعها زي ما انا عايز. حبيت احذف دول كده اجي من هنا كده اضغط هنا وبشيفت اضغط هنا كده واعمل ديليت ديليت. دول طبعا احنا كنا قاطعين اللينك بتاعهم فمش هيتحذفوا، هما دلوقتي معانا في التصميم. اما اللي احنا شلناهم دول هما دول الرموز اللي موجوده هنا. فاحنا هنلغي خالص دي كده تمام ودي كده ونبدا نعمل سيمبل خاص بينا. لو دخلنا هنا كده مثلا كليك يمين وخدنا النجمه دي ودوسنا كده، حبينا ان احنا نضيفها هنا في القائمه بتاعت الرموز بتاعتنا، بنيجي على نيو سيمبل حرف الزائد ده ونضغط عليها. جينا هنا كده يقول لك الاسم مش عارف ايه، في اختيارين عندي هنا دايناميك سيمبل وستاتيك سيمبل. دايما خليك انت على دايناميك لان هي مفيده جدا، وطبعا ده اللي هنشوفه في الفيديو بس انت تابع معانا للاخر. اوكي خلاص جه هنا زي ما انت شايف كده في حرف الزائد ده، هنلغي دي خالص نعمل ديليت ونيجي لادوات مهمه برضو معانا بنستخدمها في السيمبل. طبعا انت لو جيت ما لقيتش حاجه هنا تخش على ويندو تيجي هنا تحت هنا على التول بارز تضغط على ادفانسد تبدا كل الادوات تيجي معاك هنا. تيجي هنا كليك يمين هتلاقي مجموعه الخاصه بالسيمبل. اول اختيار معانا سيمبل سبراير تول، حاجه زي السبراي كده الاختصار بتاعها شيفت اس من لوحه المفاتيح، تضغط عليها وانت منشط على اي سيمبل من دول لكن احنا هنشتغل على السيمبل اللي احنا عاملينه. حبيت تصغر وتكبر حرف الدال وحرف الجيم من لوحه المفاتيح، تبدا ان انت تضغط كده وتسحب تبدا ترش معاك بالشكل ده. اذا بترش معاك نجوم بالشكل ده عايزين نتعامل معاها بقى ونعدل فيها. بنعمل ازاي؟ كليك يمين ونضغط هنا على الجزء ده ونجيب معانا الادوات كلها عشان مش كل شويه نروح ونيجي. هنيجي نختار الاداه الاولانيه ديت اللي بعد البخاخه بتاعتنا او السبراير بتاعنا، نضغط كده وعايزين نحرك الحاجات دي من مكانها. بضغط واسحب تبدا الحاجات تتحرك كده من مكانها، تبعدهم عن بعض واحده واحده كده بالشكل اللي انت شايفه ده. دي وظيفه الاداه دي ان هي تبعد الحاجات وتحركها عن بعضها. شوف الاداه اللي بعد كده اللي هي سكرانشر، ابدا اضغط كده وانا بضغط بتضمهم لبعض بتقربهم لبعض زي ما انتم شايفين كده. طيب انا عايز اعكس اخليها تبعدهم عن بعض بضغط الت. طبعا كل الادوات دي بتستخدم بالطريقه دي، عكس الاداه ان انت تضغط الت وتتكه كده تبدا تبعد الحاجات عن بعضها بالشكل ده زي ما انت شايف كده، تبدا تبعدهم عن بعض وانت ضاغط على الت. الأداة اللي بعد كده هي أداة السايزر، لو ضغطنا كده تبدأ تكبر معانا الجزء اللي احنا بنضغط عليه بالشكل ده كده. لو مشيت وانا بضغط
هتبدأ تكبر كله كده. انا ضاغط لسه ما شلتش ايدي، طب انا عايز اصغر، بضغط الت وابدا اصغر الحاجات بتاعتي كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حاجات دي كبيره ابدا اصغرها كده، عايز اصغر دي لوحدها ماشي، اصغر دي لوحدها كده، عايز اصغر البروش نفسه حرف الجيم من لوحه المفاتيح واجي على الجزء اللي انا عايزه بس اكبره او اضغط الت اصغره كده. يعني الجزء ده كده عايز يصغر اهو بالشكل ده كده مثلا. نيجي على الاداه اللي بعد كده، اداه السباينر دي اللي بتغير اتجاه الشكل بتاعنا، عايزينه كده عايزينه نجيبه كده كده حسب ما احنا عايزين الشكل بتاعنا هيبقى اتجاهه فين. نجيب كده نجيب كده. طبعا احنا هنتعرف على الحاجات دي بسرعه، بعد كده هنعمل حاجه عملي بحيث ان انتوا تقدروا تطبقوا الشغل ده. هنيجي على الاداه اللي بعد كده، اداه الستينر. الاداه دي خاصه بالتلوين، لو جينا ضغطنا كده هتدينا اللون ده. نخش على السويتش هنا كده ونختار اي لون، لو ضغطنا ضغطه واحده هنا كده تبدا تضيف لون من ده على اللون الاولاني فتبدا تدينا لون تاني. عايز تخليها نفس درجه اللون دي بتبدا تضغط كده كذا ضغطه بحيث ان هي توصل لنفس الدرجه. لو ضغطنا هنا كده ضغطه واحده خلطالي اللون الاولاني مع اللون الجديد، تضغط ضغطه واحده كده كمان كمان خلاص كده ايه وصلت لدرجه اللون اللي موجوده. لو خدنا اللون ده مثلا جينا هنا كده بدات هي تخلط، ضغطنا كمان تبدا توصل لدرجه اللون اللي موجوده هنا حتى الاخضر هنا كده كذا ضغطه خلاص كده وصلنا للدرجه اللي احنا عايزينها. ممكن تضغط ضغطه واحده كده تيجي على اللي جنبها تضغط ضغطتين، دي ضغطتين، دي ضغطه، ضغطه كمان، تبدا ان هي تشكل لك في نفس درجه اللون. عايز ترجع اللون لاصله تضغط على الت وتبدا تضغط عليها يرجع اللون لاصله، نفس فكره كل الادوات. هنيجي على الاداه اللي بعد كده، نضغط كده ونضغط كده، تبص تلاقيها ان هي بتخف اللون، يعني دي درجه الاوبستي بتاعه الشكل. لو ضغطت ضغطه واحده تديك الدرجه كده، ضغطه كمان تبدا تخف، كمان 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 تبدا ان هي انت مش شايف شكل النجمه نفسها. تضغط كده ضغطتين كده كده الشكل ده تبدا تعمل لك اشكال جميله كده. نخش على الاداه اللي بعد كده اللي هي اداه الستايلر. الستايلر ديت بتديك درجه ستايل موجوده عندك هنا في حاجه اسمها جرافيك ستايل. لو ضغطنا هنا كده هنلاقي حاجه اسمها جرافيك ستايل، الحاجات دي كلها موجوده في قائمه ويندو تقدر تجيبها تمام. لو اخترنا مثلا الشكل ده وجينا ضغطنا على اي نجمه من دول تبدا تديك نفس الدرجه. لو ضغطت ضغطتين ثلاثه ورا بعض تديك الدرجه دي، ضغطت كده. طب لو خدنا ده وجينا ضغطنا كده هتدينا الشكل ده. تبدا انت بقى تعمل الاشكال وتلعب وتظبط الدنيا، هي دي الادوات الخاصه بالسيمبول. نيجي لحاجه ثانيه، احنا لو عندنا حرف الاس ايه ده لوجو مثلا، يعني مثلا ممكن نعمل له كليك يمين كرييت اوت لاين وده عندنا لوجو، وطبعا عندنا تصميمات خاصه باللوجو ده، يعني احنا مثلا عاملينه في كارت، عاملينه في بروشور، عاملينه في منيو، عاملينه في ستيكر، المهم هو موجود في كذا تصميم، فاحنا عايزين نوزعه على كل التصميمات وبحيث ان احنا نشتغل مره واحده، يعني لو حبينا نعدل نعدل مره واحده، نعمل ايه؟ نخش على قائمه سيمبل وقائمه رموز وناخد حرف الاس ايه ونحطه هنا كده، اجينا القائمه دي، هنختار الدايناميك سيمبل ونقول اوكي، باجي اخده هنا الت اسحبه واحطه مثلا هنا وهنا. عندي الاربع تصميمات فيهم نفس اللوجو. طيب انا لو حبيت اغير، العميل جاني مثلا قال لي عدل كذا اعمل كذا في التصميم، فانا ممكن اجي كده مثلا بالدايركت سيلكشن اضغط بره كده واجي على ده واخلي لونه كده مثلا، بس هنا ما اتغيرش حاجه. اوكي نعمل تراجع. طب انا اللي حبيت اغير في كله بضغط عليه ضغطتين يخش لي في حاجه اسمها ايزوليت سمبل، واجي انشط الحاجه اللي انا عايزها، اي واحده منهم عادي مفيش اي مشكله، انشط دي اضغط هنا مثلا واغير اللون كده. لو جيت هنا ضغطت ضغطتين طلعت بره المود كل الحاجات هتبقى متغيره بنفس درجه اللون اللي انا اخترتها. طب لو ضغطنا تاني ضغطتين وجينا مثلا هنا حبينا نعدل نخلي الشكل كده بالشكل ده كده مثلا وضغطنا ضغطتين بره هتلاقيهم كلهم اتحركوا في نفس الاتجاه. كنترول زد ده بالنسبه لاختيار الديناميك، نشيل دول كده ديليت ونيجي على ده ونفتح كده قائمه الرموز بتاعتنا. انا عايز اشيل ده واعمل واحد تاني مثلا ايه، مش عايز اشيل الاس اي دي، في حاجه هنا اسمها لينك بريك لينك بضغط عليها يبقى ده خلاص موجود معايا هنا في التصميم، واجي عليها واعمل ديليت ديليت سيلكت سيمبل خلاص تمام كده، وابدا اعمل رمز جديد اضغط كده واسحب واسيبه واجي تحت هنا على الاستاتيك سيمبل واقول اوكي واجيب الت من كل واحده كده. لو جينا عملنا زي المره اللي فاتت واخترنا واحد من دول ضغطنا بره كده واخترنا كده مش هتيجي معايا لان انا عندي استاتيك مش عنديش دايناميك. احنا المره اللي فاتت لما جبنا دايركت سيلكشن وجينا نشتغل هنا كده لما اتفصله لي دي لوحدها، طبعا هي مش هتتفصل لوحدها، يبقى عندنا كده دي ميزه راحت من الاستاتيك، يبقى عندنا الدايناميك فيها ميزتين، الميزه اللي في الاستاتيك وميزه زياده في الدايناميك. ازاي؟ هنشوف دلوقتي لما نحب احنا نغير هنضغط
نقطتين برضو في الايزوليت اللي احنا كنا شغالين عليه ونغير اللون اللي احنا عايزينه. نضغط عليه كده نبدا نغير كده ضغطتين بره خلاص كده ايه اتغير معايا. هي دي الفايده الكبيره جدا 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 من الرموز على الديناميك وعلى الاستاتيك. نيجي بقى لحاجه ثانيه ممكن نستفاد من الرموز حاجات كتيره جدا. ممكن نعمل منها خلفيات, ممكن نعمل منها شغل كبير جدا. نعمل التاسك ده مع بعض ونشوف احنا استفدنا ايه من السيمبل. هنيجي هنا كده مثلا ناخد كليك يمين ناخد الريكتانجل ونضغط ضغطه واحده هنا الجزء ده هو ضغطه كده هيبدا يجيب لي المقاس بتاع الريكتانجل قد ايه. انا عارف طبعا المقاس ده A4 فاعمل له 297 مللي في 210 مللي يعني 297 مللي في 210 مللي. اوكي هيبدا يجيب لي المربع زي ما انتم شايفين كده. اجي على الستروك الغيه واجي هنا اطلع الفيل اللي فوق واضغط على الجريدينت واضغط هنا ضغطه واحده اجيني بالشكل ده. اختار الالوان بتاعتي كده مثلا هنختار اللون ده ونيجي هنا كده نشوف احنا اللون ده عايزين ولا لا. انا عايز اللون مثلا يكون كده مثلا واقول اوكي واجي عليها اجي هنا اخليه ريديال واجي هنا اغير اللون ده. ممكن اضغط هنا كده عادي اخش هنا ضغطتين ابدا اخد درجه اللون اللي انا عايزها كده مثلا اقول اوكي. عايز اقلل الاضاءه اللي في الوسط دي اجي كده واقللها كده بالشكل ده ممكن اغير اتجاهها او اغير مكانها عادي مش اي مشكلة. او اجي هنا برضو وابدأ اختار الالوان اللي انا عايز اضغط هنا كده واخد اللون اللي انا عايزه كده كده مثلا. يبقى احنا عملنا كده ارضية. احنا عايزين نعمل لها لوك عشان نستخدم طبعا عليها الرموز عشان ما تتحركش معنا. كنترول 2 من لوحة المفاتيح تبدأ ان هي ايه خلاص ثبتت كده مش هتتحرك معنا. هنيجي هنا على الاشكال بتاعتنا وناخد مثلا الستار ونرسم الستار كده. ممكن نديها جريدينت برضو كده مثلا كده نضغط ضغطتين ونخلي ده اسود وضغطتين هنا كده ونخلي ده مثلا برتقاني كده. وافتح قائمة سيمبل واجي كده بأداة السيليكشن تول واسحبها هنا كده هيقول لي نفس الحكاية اقول له اوكي والغي دي خلاص شيلها اضغط ضغطه واحده على هنا عشان تنشطها على الستار بتاعتنا ونبدا نجيب بقى الشغل بتاعنا. هنجيب البخاخه بقى الاسبراي بتاعتنا ونبدا نرش كده الكنافه هنصغر شويه عشان احنا مش عايزينها كبيره ونبدا نعمل كده مثلا اوكي نزود شويه تمام. انا راضي كده مفيش اي مشكله. ابدا استخدم بقى الايه الحاجات بتاعتي. في عندي هنا اللي ايه السيزر ابدا اصغر الجزء اللي انا عايزه يصغر اكبر شويه البروش بتاعتها لا ده نفسها هتكبر واجي كده مثلا في الوسط هنا واضغط كده بتكبر الحاجات معايا. عايزها تصغر بضغط الت اصغر كده. عايز امشي شويه كده كده مش وحش. طب انا عايز المهم شويه على بعض باجي بالاداه ديت اللي هي الاداه الثانيه بتاعت الشيفتر وابدا كده ايه اقربهم من بعض واعملهم شكل كده مثلا اعملهم بالشكل ده واجي على الجزء ده الاداه بتاعت السيزر هو الت وابدا اصغر دول شويه كده واجي هنا اكبر دول شويه واكبر دول شويه مفيش اي مشكله بالالت طبعا والايه وتشيل ايدك من على الالت. طب انا عايز ازود شويه هنا اجيب البخاخه اصغر البخاخه شويه واجيب كده ازود الاشكال بتاعتي الطريقه دي كده واجي على قائمه ترانسبرانسي اجيبها منين ويندو ترانسبرانسي او كنترول شيفت اف 10 اجي لك بالشكل ده. هنختار هنا المود كلر كلر دادج بص كده عطت لك الشكل ده تمام. يبقى انت استفدت من السيمبل ان انت بدل ما تجيب بقى وتعمل الالت بقى وتفضل تعمل كده ان انت بخطوه واحده خلصت المصلحه دي. ممكن نعمل حاجه كمان اضافه عليها هنجيب البنسل تول من هنا كده او حرف الان من لوحه المفاتيح وهنيجي هنا كده نعمل خطين كده وخطين كده تمام. هما كده مش باينين معانا. اجيب الدايركت سيليكشن وانشط كده هيجوا الاثنين ونخش على الاستروك نعمله ابيض مثلا تمام بالشكل ده ونيجي على اداه البلند هنضغط ضغطه واحده هنا كده وضغطه واحده هنا كده تبص تلاقي الشكل عمل معاك كده. وممكن اديلها جريدينت للاستروك خش على الجريدينت واضغط هنا كده تبدا تديني نفس التدريج اللي احنا كنا واخدينه اللي هنا للنجوم دي واخش هنا على ترانسبرانسي واضغط هنا كلر داتش اعطتني الشكل ده اظبطها اجيبها هنا كده مثلا الشكل ده واجيب واحده هناك برضو اعكسها كنترول زيرو اجيب لك كل حاجه كده صغر شويه. طبعا في حاجات بره خارجيه هيت عايز اشيلها باجي هنا اجيب ريكتانجل ده فوق كده طبعا الريكتانجل لازم يكون فوق فوق الشغل كله اشيل الستروك ممكن اخليه فيل ولا حاجه واجيب السيليكشن تول وانشط كله كده واجي تحت هنا في حاجه اسمها ميك كليبنج ماسك اضغط ضغطه واحده بقى عندك ارضيه جاهزه بالشكل ده. تقدر ان انت تعمل افضل من كده بكتير بس طبعا انت شغل دماغك وانت هتطلع حاجات جميله جدا لان البرنامج معمول عشان يساعدك فانت ساعد نفسك وولف كل الادوات بحيث ان هم يخدموك في التصميم. وبكده يبقى الفيديو بتاع النهارده خلص لكن ان شاء الله فيديوهاتنا لسه ما خلصتش. وختاما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.